خيام واهية سكنها النازحون في قطاع غزة قرابة عام كامل نتيجة استمرار العدوان منذ 7 أكتوبر الماضي. مرت عليهم فصول السنة دون طعام وشراب وغطاء يحميهم من زمهرير شتائها القارس وظلال تقيهم من هجير صيفها الحارق. سكان قطاع غزة الذين فروا من آلة جيش الاحتلال وجدوا أن النزوح أصبح مصيرهم المحتوم، لا يعرفون إلى متى سيظلون في هذا الوضع الذي لا يتحمله بشر، آملين في أن يأتي يوم تنتهي فيه كل تلك المعاناة التي لا ذنب لهم فيها. لن نتوقع بتاتاً استمرار هذه الحرب لمدة 11 شهراً وقرب تعدي على العام. صراحة كل ما نتمناه في هذه الحرب وخاصة وما نتمناه من العالم التدخل لوقف هذا النزيف، لوقف هذه المعركة، لوقف هذه الحرب. نحن جميعا ضحايا، نحن مدنيون ضحايا، نحن متعبون. هكذا وصفت إحدى السيدات الفلسطينيات المقيمة بخيمة بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة ما يشعر به أغلب الفلسطينيين في القطاع في ظل استمرار الحرب وسقوط المزيد من الشهداء والضحايا وافتراس الأوبئة لأجسادهم. خشينا على السنة، عندنا خشينا على السنة وإحنا الساعة مش مخلص الحرب، يعني كل يوم شهداء، كل يوم خسائر في الأرواح، شيوخ، أطفال، صغار، بكفي عن جد والله العظيم تعبنا. كل المآسي تجمعت في قطاع غزة، ألم ووجع وقصف ودمار ومزيد من الشهداء والمصابين، وستظل المآسي مستمرة طالما استمر ذلك العدوان واستمر معه التعنت الإسرائيلي الذي يتجاهل النداءات الدولية المطالبة بالتوصل لاتفاق يضمن الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار في غزة.